السلام عليكم احبابنا اللي يحبونا ويحبوا السلاله تاع اخوكم مراد اللي هو الحسون القسنطيني الاصيل داخل بلاد وخارج بلاد. معاكم اخوكم مراد وفي الاعاده ان شاء الله ديما كاينه افاده. خاوتي كي تشوفوا الفيديو هذا مفيد جدا مفيد جدا مفيد جدا، ما تنساوش اني يعني نضل ننبه فيكم اللي يدخل عند اخوك مراد تبع الفيديو يا اخي من البدايه للنهايه باش تدي المعلومه وكي تستفاد تستفاد. باخطره اخرى ما تقوليش اني ما فهمتش، على خاطر ماش كاينين بزاف ما يكملوش يقول لك ما فهمناش. بدون اطاله كاين واحد الانسان عيط لي في الهاتف قال لي خويا مراد تخلعوا لي المقانن في الزنزله وكاين الناس بزاف تخلعوا لهم هكذا، وقال لي اني خايف يعودوا ما يوجدوليش ولا ما يتكوبلاوليش. اعطيني رايك. شوف يا اخي انا درت فيديوهات من قبل ونعطيكم تاع الزنزله وفهمتكم وشي ودرك، نزيد نكمل لكم الفيديو هذا باذن الله باذن الله اليوم تفهموا كلش. المقانن يا خوتي راه ماهمش كي بعضهم هكذا، المقانن كل واحد ولي كاركتر تاعو. انا خطره صرات لي في الزنزله طيحوا لي بليم، واحد طيح لي بليم كيما هكذا وواحد ما طيحش خلاص. من بعد بعد يومين النهار الثالث واش اللي صرا؟ هذاك اللي طيح لي بليم بقى يغني كيما راهو، والاخر اللي ما طيح لي والو بدا يريشيتي وبدا يطيح في الريش الرقيق ومن بعد طيح الكبير. ودرت له كيما قلت لكم درت له البصله وطول لي شويه طاح لي في لافوسمي والحمد لله وعاود ريكيبيرا. حبيت برك نفهمكم خاوتي راهو كاين اللي يطيح كيما هكذا ويبقى يغني، وكاين اللي ما يطيحش ما يصرى له والو ويطيح يطيح فوسمي هكذا باه تفهموا. درك نعت لكم هذا الاول، هذا هو اللي تخلع لي تخلع لي هذا، وكاين واحد اخر وفي مالا هكذا. حنا ما اظن خاوتي راكم فهمتوا واش قاعد نقول لكم، راه من المقن ماهمش كي بعضهم، قادر يطيح لك لي بليم كيما هذا ويبقى يغني. وانا درت لكم فيديو خطره ونعت لكم لي بليم طايحين وموش مقنين موش زوج مو ثلاثه، ونعت لكم يغنيو، نعت لكم كورونا، نعت لكم الخلوي هذاك، نعت لكم قدان واحد. ودركا راح نزيد نعاود لكم الفيديو هذا على خاطر ماش كاين بعض من الناس مساكن ما يعرفوش وكاين مبتدئين وقال لك هاي تروح لا سيزون. لا لا يا اخي ما تروحلكش لا سيزون، علاه؟ مازال الحال حنا في مارس ومازال افريل وماي وجوان وجويي وأوت حتى سبتمبر تقدر تكوبلي يا اخي هكذا تقدر باذن الله. وهذا تاعي تاع 2021 واو هايل، راني كنت راح نكوبليه ليامات هادو وحمد قدر الله ما شاء فعل. كيما قلت لكم خاوتي هادو طيحوا لي لي بليم هادو تخلعوا قبل ما تصرا الزنزله. وكي قال لي السيد هذا راني درت لك لا فيديو باه نعت لك، تبع برك الفيديو يا اخي درك تفهم. هذا مازال يغني ودرك نعته لكم وتشوفوه ومازال واجد هكذا. ها وين هو ويغني على يدي الحمد لله. هذا هاكم قاعدين تشوفوا فيه خاوتي، الله يبارك ما شاء الله، كثروا لنا من الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله والعين الحق. هذا تاع 2021 اللي كنتو تشوفوا فيه الحمد لله، هو مازال واجد. اصلا درك نقدمو بالعقيله باه نشوفوه. ها هو قاعدين تشوفوا هاو جناحو اللي طيح منه لي بليم هكذا باه يطمئن القلب. اتفرج يا اخي هاك تدي المعلومه بالدليل بالصوت والصوره هكذا. هادي لا فومال، هادي تاني تخلعت لي والوجدة هذا وين بدات توجد والحمد لله. دركا حاليا ما طاحتش فوسمي، كاينه حاجه برك الوقايه خير من العلاج خاوتي. ديما كي تخلعوا لكم واش ديروا؟ ديروا البصله كيما قلت لكم قصوها على ربعه حطوها في قرعه تاع سعيده 14 ساعه وكل 24 ساعه حطوا لهم الماء. هذا كوقايه كوقايه باه ما يطيحوا لكمش في فوسمي، الوقايه خير من العلاج هكذا. انا ما نقدر نعطيكم والو، نعطيكم غير هذه هي، هذه بربي ان شاء الله تستفادوا بها. هذا المقنين الثاني ها وين طايح لي بليم، وراكم قاعدين تشوفوا في جناحو.
وقدر الله ما شاء فعل، وحمد لله حمد لله. مازال يغني وواجد، ودرك نعتو لكم وتشوفوه بربي ان شاء الله. نحطلو باباه ونشوفوه مع بعضنا كيما قاعدين نشوفو فيه خاوتي. هاو هذا ثاني مازال يغني. انا قلت لكم كل واحد ولي كاركتر تاعو، باه تفهموني. كاين اللي يطيح فوسمي، كاين اللي ما يطيحش فوسمي. هاني تعاود تدير لكم الفيديو هذا. شوف يا اخي، ها هو بدا ينقي في رجليه، تسمى المرحله الاخرى. ها هو قاعد يرد في الماكله يطعم، تسمى هذه هي المرحله الاخرى تاع الكوبلاج. يعني درت لكم فيديو مقبل وقلت لكم المقني كيبدا يجيب فيه ثلاث مراحل، هذه هي المرحله النهايه. والحمد لله ها هذا هو عم طيح جناحه، والحمد لله مازال كيما راهو يغني وحب يكوبلي، وها في المرحله الاخرى ما طاحش فوسمي. خاوتي قاعدين نشوفوا كثر اخرى، ما تغلطوش ما تقلقوش، بربي ان شاء الله كل مقنين ولي كاركتر تاعو. هكذا زيد شوف يا اخي، هاو قدامك، هاو في المرحله الاخرى. الناس اللي قاعده تقلق، خاوتي كيما قلت لكم الوقايه خير من العلاج، وبربي ان شاء الله شهر ويعاود يريكيبيري وينوض. حاجه اللي ننصحكم بها، ما ديروش الدواء، ردوا بالك من الدواء، الدواء 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 ردوا والو، ما ديروا حتى حاجه. دير يا اخي البصله في الماء واعطيها له، هذيك هي تاع لا فوسمي. هكذا او كاين يدير يقول لك كاين دواء تاع الخلع، لا انا ديما ندير هكذا. ويعوذ بالله من كلمه انا، اللي يتبعني ويحب النصيحه ها واش اللي لازمك دير. هكذا ها هو وين هو، هذه هي الاخر الفيديو الاخر. ها وين قاعد يغني ومازال واجد. درك نقدم له باباه، وباباه على ما اظن غني على التعريف. كي تشوفوه قولوا الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، والعين الحق. ها درك نقدمه له، قاعد نصور لكم باه تشوفوه باللي راه هو ومازال هايش ليطمئن القلب. شوف يا اخي ركز معاه مليح، هاهو راك نقدم له باباه غني على التعريف. الله يبارك ما شاء الله، هذا هو باباه كورونا. ما كاش اللي ما يعرفوش، كثروا لنا من الله يبارك. خاوتي انا ما نطلب والو، العين الحق. قولوا بسم الله ما شاء الله والله يبارك. وعلى ما اظن الحمد لله فدناكم، ما تقلقوش وديروا الوقايه خير من العلاج. ومازال بربي ان شاء الله، مازال بربي ان شاء الله كاينين فيديو. دعيو لنا معكم، بارطاجيو لي فيديو لي باج المضاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.